الحياة <applause> اللي بغيتها أنا ماشي هادي ويا راسي وفين بيا غادي أنا يا غلط ونخلص عادي ويلي ويلي وزيدي ميلي الله يبارك في اختي ماريا وسلامي ليك سلامي للمتتبعين كاملين ديال شوف محتار جديد ديالي اغنيتي جديده كلماتي والحاني مع عاطف الزناشي انا عاطف الزناشي توزيع عاطف ميكساج بين الافريكان و وال... بين تيم الحمد لله خرجت خرجت محتر هو هي فيها ماشي غير قصه واحده ماشي غير اللي حبيبي مشى وخلاني كاين حبابي وما حنوش فيا كاين الحياه اللي بغيت انا ماشي هادي حيت نحاول تنقص بزاف ديال ديال الانواع ديال الناس ماشي واحد ماشي غير قصه حب قصه اجتماعيه وهذا والعنوان محتار هو اخر حاجه اللي اللي خرجت حيت اصعب حاجه اللي كتنجب القديم انا هو العنوان ديال الاغنيه ما كنلقاش ومي لقيت محتار زادت تقربت الناس الفكرة ديال الأغنية الصراحة خفت منها بزاف و... وكانت واحد الجرأة مني ومخرج رضوان أكل الله يليم التحية والتحية آ... زدت تأكد بلي أن الجمهور المغربي واحد ال... واحد الجمهور واعي وذواق وكيعرف إذا ما بقاش مركز غير مع ذاك الكونتور ما كانوش انتقادات نهائيا ولكن كانت كانت تقربت من الشخصية اللي تقمصها أنا حيت مين بين ديك الشخصيه كانت كتشرب في كونطوار ومنهزمه وهذا اذا زادت زادوا الناس حسوا بيها. الحمد لله قبل كانوا اغاني الحمد لله قبل كانوا اغاني عندي درتهم وما كانوش لقاو شي نجاح كبير من لاله مولاتي كانت بحال اللي غنقولوا داك ما نقولوش ضربه حظ بحق نقولوا واحد كل ارتست كتجي واحد الاغنيه اللي كياخذ فيها الحق ديالو جات لاله مولاتي موراها كان تخوف عندي باش تخرج لاله مولاتي خصك موراها تخرج ضروري شي حاجه احسن اولا في فالون ديالو الحمد لله خرجت كوماري حتى هي عجبات الناس ودابا محتار زيدنا طلعنا ان أه شاء الله نتمنى يكون الجمهور راضي على العمل ديالي صراحه كل اللي توقعته كامل في محتار هو هذا اللي خرج في قبل راه درت معاك مريا حوار وقت سولتيني السؤال لك ما كنتش متوقع نهائي حق في محتار الخطوات اللي حسبتهم في محتار كاملين الحمد لله كان جني التيمار ديالهم دابا وكان كان عندي واحد خوف هو اللي اللي شفنا ديك الجرأه ديال الشراب وكباري ولا بحال نقولوا حانه كما كتسمى هذا بالحق الحمد لله داكشي اللي ضربت الحساب خرجوا هادك انا وكتيب. آه العمل مو... الجديد انا درت الانتاج ديالو اللي قبل كوماري كنت درتها مع بماغنيتيود مع شركات ديال الانتاج اللي بالغلوم تحيه لالا مولاتي درتها بوحدي عمل واحد اللي كان مع شركه الانتاج بحق رجعت دابا كندير كنتج راسي بحال اي فنان بزاف ديما كتبغي ت... تعطي تعطي كتار وتعطي حسن بالحق سبحان الله النهار اللي فكرت بعد مرات ما كيكونش المقدار في الثمن الحاجه اللي غتخرج كتكون غير في الفكره تقدر تكون فكره صغيره بلا ما نسميو كتلقى ارتست كبير على برا د التليفون كيصور كليب تليفون سن واحدة وفكره و سهل. ساهل اذا الفكره اكثر من الفلوس الفن راه ضروري خصو لقمه العيش باش يعيش و باش ينتج و يتحرك اذا ماشي ضد طبعا هذاك ولكن مع شي بديل من الاحسن الا كان شي حاجه من غير الكباري بيتر احسن بالحق و كان ما كاينش اذا إيه ما كتقدرش ترد اللوم على لارتيست لا. كاين ان شاء الله شي حاجه قريبه كاين جوله فنيه في في الخليج كاين في المغرب حفلات صغيره ما كاينش مهرجانات كبار يمكن قريب ان شاء الله يكون شكرا بزاف الجمهور ديالي متتبعين ديال شوف تيفي شكرا ماريا شكرا شوف تيفي على الدعم ديالها دائما في وليا وكل شيء ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم بالاعمال ديالنا وسمحوني وسمحوا كانت شي جرأه كبيره ولا كانت شي حاجه خدشت المشاعر ديال شي واحد ان شاء الله اللي جاي يكون حسن